أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. على خلفية مقتل مواطن عراقي وإصابة 5 أشخاص آخرين على يد قوة من الجيش في أبي غريب غربي العاصمة بغداد قبل أيام، حيث بدأت القصة مع ضابط برتبة ملازم أول يدعى مصطفى بمحاولته أخذ أتاوة من قبل أحد رعاة الأغنام. والأتاوة عبارة عن خروف. تخيل معي عزيزي المشاهد بأن ضابطا في الجيش يأخذ أتاوة عبارة عن خروف. على أي حال، الراعي رفض إعطاء الضابط الخروف، وبعد رجوعه للبيت قام الضابط باصطحاب قوة معه والهجوم على منزل الراعي وقتله وإصابة 5 أشخاص من عائلته. وعلى خلفية هذه المجزرة أبدت حشود غفيرة من العشائر تضامنها مع أهالي أبي غريب، كما طالبوا بمحاسبة مرتكبي جريمة قتل مدني وإصابة 5 آخرين عندما فتح عليهم الجيش الحكومي النار بدم بارد ردا على منعهم من أخذ مواشيهم عنوة. طبعا هذه الجريمة هزت قضاء أبي غريب وتأتي في سلسلة انتهاكات ضد المدنيين بسبب سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة القانونية. دعونا نتابع هذه الحشود الغفيرة كما تداول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، فلنتابع. وفي مقابلة خاصة مع قناة الرافدين الفضائية تحدث والد الراعي المقتول عن تصرفات الضابط القاتل الذي اعتدى على تهديد العوائل بإرغامهم على دفع الإتاوات، وبأنه بشكل يعني وقال بأنه هذا الشخص دائما ما تعود على إرغام الناس بأخذ المواشي والأموال، وبأنها هذه الحالة الثانية معهم على الصعيد الشخصي الذي يرغمهم على إعطائه خروفا. ضابط يرغم الراعي على أخذ خروف. دعونا نتابع ما قاله والد الراعي المقتول من سكنة أبي غريب غربي العاصمة بغداد. الفاجعة هذا ضابط عمي، هو مستتر، هو إنسان، وقبل فترة زي ما الوالي الطلي يسوى 300 لت منطيهم 70 مدى 75. يا أبا شلون؟ قال ها هي اسكت، ما هذا وماشي ساعدنا بالسهارة متردد الولد عارفه. ولا فترة نفس الحالة قال طلي، قال لا والله ما نطيك عمنا أربى طلي 6 أشهر 4 حصل لي 10,000، وانت لما يصير 200 300 ألف شيلة 60 70 ألف، وين أكو حلال، وين أكو بيع، وين كل فرهود. قال لي غصب عنك ما منطي، متلاقي هو يا جي. قال يابا جو علي جنود وقالوا ياخذون الطلي وما بعد نطي لهم، يقولون ما عندهم امر، نشتكي على الامر، شوف الامر وين باشر، نشوف ابو هارون، شوف الناس اللي تثر عليهم منه، ونقول له يابا الحال هالشكل وهالشكل، ذاك فوضى فرهود هالشكل بالعراق. نعم، دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي. طبعا نائب طلال الزوبعي اتهم صراحة الضابط القاتل وقال بأنه يأخذ المبالغ المالية
المواشي من الناس بشكل دائم عن طريق التهديد. طبعا أطلق عراقيون ومغردون وصحفيون واسم مجزرة أبو غريب، ومنهم من قال كالصحفي العراقي حسين دلي مغردا ما فعله الضابط المستهتر في الجيش العراقي بمنطقة أبو غريب قرية أبو منيصير بالاستقواء على الضعفاء، يقول هو جزء من ثقافة تنمر تربى عليها ضباط كثر وسط فوضى أمنية سياسية. يقول عندما يشاهدون سلوك الميليشيات الذين يضربون القانون والسيادة عرض الحائط سيقلدونهم طوعا، خصوصا إن كانوا ضباط دمج سابقين. المهندس يقول أبو غريب أكبر ضواحي العاصمة بغداد مساحة وسكانا وأكثرها تعرضا للظلم والتشويه والإهمال، مشكلتها بأنها أذاقت قوات الاحتلال قوات الاحتلال الأمريكي مر الهزيمة، لدرجة أنك تسمع صراخ العلوج في همراتهم عندما كان البواسل ينقضون عليها كالذئاب. لا يزال للآن هناك كره غير طبيعي لهذه المدينة. تغريدة أخرى من محمد إسماعيل يقول فيها قلناها ونقولها تكرارا، يجب إضافة درس الأخلاق والتعامل وحدود القانون التي تعطى للضابط والجندي، ويجب أن يغرز في الجيش بأنه ليس أعلى من المواطن، بل هو لحمايته وليس لقتله من أجل خروف تهدر حياة كاملة. يقول لعنكم الله قصة كتبت بدايتها منذ 2004 ولا زالت مستمرة. عمر الجنالي قال الشعب الذي أنكر مجزرة جبلة لمدة يومين وبعد اعتراف الحكومة فقط صدقها. يقول اليوم نفسه يكذب مجزرة أبو غريب ونفس الشعب يريد إسقاط الحكومة، يقولها متسائلا ومتعجبا مجزرة أبو غريب. معنا اتصال من العاصمة بغداد أبو عمر، مرحبا بك معنا أبو عمر. كيف ترى هذه المجزرة بأن يقوم ضابط برتبة ملازم، يعني تخرج من الكلية العسكرية ويفترض أن يكون على أعلى درجات الانضباط وهو برتبة صغيرة، يرغم راعي بأخذ خروف منه بالقوة وبشكل تاوى؟ وقد تحدث الناس مع برنامج مع الناس الذي تعرضه قناة الرافدين يقول بأن هذا الضابط يأخذ الأتاوات من الناس ويرغمهم على دفع المبالغ المالية، كما أكد كذلك النائب طلال الزوبعي. تفضل، ما هو رأيك في هذه الموضوع أو في هذا الموضوع؟ نعم، حياك الله أستاذ عمر، حياك الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين. أهلا بك. الرحمة والخلود لشهداء العراق، وأيضا الرحمة على شهيدنا المخدود الذي قتلته الميليشيات، وأن الضابط الملازمة أول أو في كل مكان يقتلون الشعب العراقي أستاذ عمر من هذه الميليشيات أو بالقوات الأمنية اللي هم هذا سلوكهم، سلوك القتل، سلوك الدم، سلوك هذا السلوك يأتي من بعد أنه رئيس الوزراء كل الجرائم السابقة اللي لحقتها مجزرة جبيلة ومجازر السقراوية ومجازر اللي بزيالة صارت ومجازر البسطينية اللي صارت، كل محافظاتنا الغربية اللي تم المجازر فيها والقتل المتعمد من خلال الميليشيات الوقحة أو من خلال القوات الأمنية، دلالة على أنه لم تكن أي دعاوى للقضاء العراقي أو رئيس الوزراء بتكميل هذه اللجان اللي قاعد يسويها سوف نجري التحقيق، أو كلها ما بينت أي شيء من محاسبة القتلة، سواء إذا كانت القوات الأمنية سواء إذا كانت الميليشيات. هذا دلالة على يكون استهداف للقوات الأمنية والأحزاب الفاسدة بضعف، يعني ضعف نفوس العراقيين وقوة هذه الميليشيات في أي محافظة، إذا كانت أبو غريب وإذا كانت بالرمادي إذا كانت بالموصل. هذه الميليشيات الوقحة اللي هي استهدفت جميع أبناء الشعب العراقي من الناشطين ومن الصحفيين ومن الإعلاميين. هذه الأسباب تدل على أن ضعف القضاء العراقي والسياسة اللي يرتكبوها بالضبط سياسة صفة الأحزاب هي سياسة باطلة وسياسة على قتل الشعب.
الشعب العراقي. هاي الامور اللي بنشوفها هاي امور يجب ان يحاسب بها القانون والقضاء العراقي اللي هو اللي قاعد يتفرج ويسمع كل الامور اللي صارت. هذا الشيء خص انه ليس زين ابو عمر. ليش ما نسمع استنكار واضح وتحرك حقيقي من قبل رئيس الوزراء، من قبل المسؤولين، ان كان في هذه المجزرة او مجازر اخرى؟ يعني هذا مو هذا الراعي مو مواطن عراقي لو شنو هذا؟ استاذ هو مواطن عراقي واللهم يرحمه ويصبر اهله ويصبر على كل مواطن عراقي اللي تقتله من هذه الميليشيات والاحزاب ابناء شعبنا. قبل سقط ايضا من هذه الميليشيات والاحزاب قتلت الراعي في البدو وضربته بالطياره، يعني قتلته وكان شخص انه هو على اساس بانه مهرب سلاح، وكان الشخص يعني مو مهرب وما عنده اي شيء، هو ايضا يرعى هذه المواشي، وايضا قتلته ما سوت اي شيء بسلطه الاحزاب. هذا يدل اذا حكومه الاحزاب وسلطه الكاظمي اذا حاسبت اي شخص من هذول اللي قاعدين بنشوفهم يقتلون بالمجازر، اذا كانت الاحزاب والقوات الامنيه معناته انه صار قانون، صار عندنا قضاء. للاسف ما يصير عندنا اي قضاء واي قانون ما زال هذا القتل المتعمد وعدم المحاسبه للقتله اللي قاعد بنشوف بين فتره وفتره. هذا دلال على ان الاستهتار اللي عندهم بيوصل مرحله اكثر واكثر من هذا الاستهتار. نعم. انا اشكرك ابو عمر من بغداد. معنا ابو مالك من الولايات المتحده الامريكيه. ابو مالك، برايك ماذا سوف تفعل وزاره الدفاع تجاه هذا الضابط الذي قتل الراعي وأصاب 5 أشخاص آخرين بسبب خروف؟ ضابط يدور أتاوى خروف، ياخذ طلي، يدور طلي. مرحبا أخي. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. أنا أعتقد سبق وأن تكلمت وقت من بجيس مواضيع. نعم. وزارة الدفاع العراقية. الجيش من بنى على ضباط وأكاديميين من قبل الكليات، هذا كله دمج من الأحزاب وكل طائفي. وهذا الجعفر يتذكر أنت أستاذ عمر، يعني ما أقدر أجيبك أعرف من عندي ليش مواضيع. أول ما صار رئيس وزراء كل الميليشيات صار مال وزارة الدفاع والداخلية. ناهيك عن قوات بدر اللي نطوا رتب صخرية لباقي المنتسبين جماعتهم وزرقوهم وزارة الدفاع. فما عندك نائب ضباط يعني عقائديين خريجين كليات ومدربين وفق احترام المواطن. نعم. وما عندهم يعني قيمه لاي انسان كان، فهي عندهم شغله عاديه قتل الراعي قتل غيره، هاي ناهيك عن شغله في البلد. نعم. 22 واحد من راحوا دول مو ضباط اخي استاذ عمر. لانه وزاره الدفاع انبنت كلها على مخاطره الطائفيه. نعم. وارجو من عندك ان تنطيني فدقيقتين على موضوع تغريده المالكي على الدستور. نعم تفضل. الانتخابات المبكره. اذا تسمح لي. تفضل تفضل. هو الدستور منو كتبه؟ كتبته ايادي قدر او طائفيه. انت لما تريد ترجع للدستور بالانتخابات المبكره، ليش اكو ماده بالدستور يجيز على الغاء وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه وتحويلها الى وقف شيعي وسني؟ يعني هاي مو تفرقه؟ الشعب قال كلمته، والشعب هو مصدر السلطات، اقوى من الدستور واقوى من السلطه التنفيذيه واقوى من السلطه التشريعيه. شعب هائج في الشارع يريد تغييرك وتغيير امثالك. نعم. انتم الفاسدين، ايش سويت انت؟ سلمت الموصل لداعش، سلمت سبايكر لداعش، هدرت لك 1000 مليار دولار خلال رئاستك للحكومه، شنو اللي سويته؟ رجعت العراق قرون لي وراي، هسه بدك تحكي لي بالدستور؟ زين انت خايف مو من الدستور، خايف تنحل من المحكمه، راح تنحل اليوم او باكر. وراح تتحاسب على كل اعمالك اللي سويتها. نعم. وكلمه وقرار شعب اعدامك راح يكون باول يوم رمضان، اول يوم العيد من عيد رمضان المبارك. لان الامام علي رضي الله عنه قال القصاص في العين وبالعين والسن بالسين، اذا انت مسلم وتقول انا من اتباع الامام الحسين ما يجوز ان تعدم مواطن عراقي مهما كانت صفته ومنصبه باول يوم عيد مبارك. فلازم تاخذ نفس القصاص.
وأنا أشكرك أستاذ عمر. شكرا لك أبو مالك من أمريكا. كان معنا فهد من بغداد. تفضل فهد، شنو رأيك بالمجزرة اللي ارتكبها ضابط برتبة ملازم أول بحق راعي، قتل الراعي وأصاب 5 آخرين؟ فهد تسمعني؟ فهد من بغداد؟ فهد، يبدو أننا فقدنا اتصال مع فهد. معنا أبو أحمد من بريطانيا. تفضل أبو أحمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك بطل الوطني. أهلا بك. أنا حقيقة إذا تعطيني فترة قصيرة جدا، أكو حقائق نرجع لها لما وصل إلى وضع العراق. أنا سنة 2003 بداية الاحتلال كتبت في موقع مكتوب مأساة حل الجيش العراقي، لأنه أكبر مأساة حدثت في تدمير العراق هو حل الجيش العراقي بأمر من المقبور أحمد الشلبي والاحتلال الأمريكي. هذه واحدة. فلذلك أسسوا أساس باطل. شنو هو الأساس الباطل؟ أسسوا ما يسمى الدمج. الدمج هو شق واحد حتى ما يعرف يسيام، ما يعرف الأصول العسكرية، أعطوه رتبة خدمة لما قدمه من جرائم من كان ضد الأسرى العراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية. أنا أتذكر في حادثة حدثت لي شخصيا، أنا كنت أحد أعضاء اللجان في أحد اللجان الكبيرة في محافظة، فكان في هذه اللجنة مدير المخابرات، مدير الأمن، ومدير غرفة العمليات، ومدير الجمارك، وأنا كنت ممثل صناعة في المحافظة. استغربت، قاعد يمي في اليوم دخلوا واحد، السلام عليكم. وعليكم السلام. قاعد يمي قدموا انه مدير مخابرات المحافظه. هذا شيء. اول ما قعد شال بنطلونه لي فوق، طلعت جواريبه ما لها علاقه بالزي العسكري ولا مستحيل عسكري. فاصابني الفضول حقيقه، عرفت عن نفسي، قلت له التقرير يا دوره عسكريه ببساطه داسيه. قال لي يا دوره عسكريه، يعني ما مخرج دوره عسكري. قلت له شو خلص؟ قال لي دمج. قلت له دمج شنو؟ قال لازم حضرتك مو والله ما سامع الدمج. أنا سامع خريج كلية عسكرية 18 20 30 40 وذول يكونون يعني قاسمين قسم الولاء ومشيتهم محسوبة وقعدتهم محسوبة وقومتهم محسوبة وقاسم على الولاء والحماية الوطن. قال لا، احنا ما لنا علاقة، احنا كنا مناضلين وأعطونا رتب. فأنا قلت من هذا اقرس على العراق السلام. فرباط الحديث الله رب الله يرحم الشهداء اللي استشهدوا اليوم. فهذه نتيجتها هو وصول العراق إلى هذه الأشكال اللي أعطوها رتب بدون أن يهتموا بها. أنا أتذكر واحدة من الشغلات كان أصدقائي يحكي لها، إنه بالعسكرية يركضون 10 كيلومتر حتى يعلموهم على الصبر، يعيشوهم 5 أيام بدون أكل، يذبون بالصحراء. فهذا يطلعون من عنده عسكري يخدم العراق بشكل صحيح، مو جاي يأكل اللي تريد ويأكل اللي مدري شنو، يأخذ أتاوات من الناس. احسنت. ياخذ اتوات ورشاوي. وعلى وانا عندي مطلب كلش مهم، يعني دائما اطلبه، بدون تعطيل الدستور والغاء الدستور العراق ترى ما تقوم لقائمه. ولو هذا خارج الموضوع بس ضروري اسمح لي اقول لك اياه. لا لا، هو هذا اس من احد الاسس الرئيسيه بالمشكله. اذا تسمح لي، انا ما يدعو الى المقتدى، انا خايف من عنده. وما علمني من خلال متابعتي لقناتكم الشريفه انه التشرينيين مدى يفتهمون العملية أكبر من أن تكون شخصية بينه وبين مقتدى. العملية لازم يتوحدون مع مقتدى ومع غير مقتدى ومع كل العشائر من الشمال إلى الجنوب إلى الغرب. العملية لازم يحس أنه ذول العملاء أنه ما حد رايدهم بعد. مقابل ذلك أنه أول مطلب وأهم مطلب تعطيل وإلغاء الدستور. وبعد يحتردون إحنا حاضرين، ما لي عادة الانتخابات ترى راح ترجع نفس الاشكال. شكرا لك عيني ابو احمد، الله يسلمك ويخليك ويحفظك. فهد من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل فهد، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. يا هلا بك. الله يسلمك، الله يحفظك ويخليك. احنا انا شاب من يعني من شباب ابو غريب، احنا نطالب باعدام الضابط. نطالب باعدام الضابط. يعني هذه المجزره يعني كبرى كبرى استاذ، يعني من الوالدين. احنا نطالب كشباب جايبا، نطالب باعدام. احنا مقصرين يد على مدين يجي يرسل على مود. نعم زين. هذا الضابط فهد، اذا عندك معلومات عنه شنو دوامه؟ هذا يداوم بسيطره بداخل قاعده عسكريه؟ شنو قضيته؟ يقول لك يا متعود على اخذ الخاوات من الناس. نعم. يعني هو ياخذ خاوات من المناطق، يعني الطب لا ياخذ من عنده. يعني ما يخلي شيء لا ما ياخذ من عنده من العالم.
يعني واحنا نطالب الجهات المختصة بإعدام الضابط. ونشكر النائب طلال الخضير الزوبع لأنه هو داعي يقوم بالواجب. احنا عندنا أربع نواب ماتوا، ما حد يعني ما يتكاتفون وياه بس الدكتور طلال الخضير الزوبع. احنا نطالب من النواب البقية يكون يد وحدة. نعم. واحنا نطالب إعدام يعني هاي يعني مطلبنا هذا. نعم، أنا أشكرك فهد من بغداد كان معنا. نذهب إلى ملف آخر حيث تستمر أزمة الكهرباء التي صرفت عليها منذ عام 2005 ولغاية الآن أكثر من 90 مليار دولار دون حلول تذكر. ومن صور معاناة العراقيين مع التيار الكهربائي والخدمات حيث احترقت المحطة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن بعض المحافظات الجنوبية. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. ومع أهالي شاطئ التاجي في العاصمة بغداد حيث خرجوا بتظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء. يعاني الأهالي هذه الأيام تحديدا من تجهيز شبه صفري للطاقة الكهربائية بسبب الإدارة غير الكفوءة لقضاء التاجي كما قالوا، فيما أعطى المتظاهرون مدة زمنية لا تزيد عن 4 أيام لإيجاد حلول سريعة، وإلا سيكون هناك تظاهرة كبرى إلى مقر الوزارة بحسب ما قاله المتظاهرون. فلنتابع. وقد شكى أهالي الديوانية هم الآخرون من انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 3 أيام، وعلى الرغم من مراجعات عدة لمركز الشكاوي لكن دون أي استجابة لهم. دعونا نتابع. اتحاكيهم يقول لك لو 5 أيام مالي شغلاني، ذاك مدير ذاك وزير راح احاكي ما اعرف شنو شغلهم. هاي هنا صار أكثر من 30 ساعة بدون كهرباء بسبب عطال، ما حد يستجيب لنا. 30 ساعة 5 أيام. هاي عم ايش قد شا صار لك؟ ليش ما يستجابوا لك عمي؟ ليش ما يستجابون؟ هاي سيارات وذولاك ياكلون، ضالين بس ياكلون. خلي شوف المدير، خلي شوف الوزير، خلي شوف المحافظ، خلي شوف لجنة الطاقة، قاعدين ياكلون ما يشتغلون. مركز الشكاوي هاي الناس بين دم الحار، ماكو كهرباء. وين المحافظ؟ وين مدير الكهرباء؟ وين مدير الكهرباء؟ ساحب طوارئ ما يضرب روحه، ما يضرب ناس. هاي وش قد عم صار لكم ماكو كهرباء؟ ايش قد صار لكم؟ عمي والحباس مثلي لو برلمان ما سويتوا هيك. إذن العراقيون بلا كهرباء. وننتقل إلى تعليقات المواطنين على فيسبوك حول ملف انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمات في المحافظات العراقية. ومن هذه التعليقات نقرأ: أثير شاكر يقول عمي متنا من الحر، ماكو هيك 3 أيام ومغلسين، وهو عطل بسيط وفوقاها سلبوهم من تحكي وياهم، أسلوبهم ينرفز من تحكي وياهم، يقول لك شو اسوي لك، انتظر 3 أيام وهو مشغل سبت وقاعد. اما علي سالم فيقول خطيه الاطفال وكبار السن تدمروا دمار، يقول الله ينتقم من كل ظالم. غيد علي سالم
يقول يشهد الله ما نايمين من الحر، هاي لو مسؤول لو برلماني هيجي يغلسون عنا. أما علي عباس فيقول محافظ نايم على التبريد ما يدري بالناس. نعم، معنا اتصال أبو علي من واسط. مرحبا بك معنا أبو علي، تفضل أبو علي. أبو علي أهلا وسهلا، مساء النور، يا أهلا بك. نعم أسمعك. أول شيء نعزي الشهيد في أبو غريب على الكسرة اللي صارت. الله يسلمك. نحن نعلق على الضابط اللي سوى هذا الشيء. نعم، ترى ملازم عنده نقيب وعنده عملية. نعم، يعني هل تتوقع إذا كان العملية يحاسبون الضابط يتجاوز هيك؟ مو يتجاوز انه يقتل، متجاوز انه يروح ياخذ خاوه من الرعيان على الغنم. نعم، يعني تخيل اذا ضابط يمد ايده على راعي ياخذ وراكب. نعم. قد هو، هل هو محتاج؟ نعم. هل هو جوعان؟ لا، بس هم اساسا يعني الامريه وغيرها هم متربين على هذا الشيء. فايش تتوقع؟ من تتوقع انه راح يتعاقب؟ اكيد ما راح يتعاقب لان الامر ما يدري به. نعم، ما راح يغلس يعني بالاساس، يعني راح يعني هو اللي يتجاوز اذا اكو حكم. زين ابو علي، اذا انت مطلع على القضيه، هو رايد ياخذ من عنده خروف فما مطي، قال له هذا حلالي ما اعطي، فصار بيناتهم شلون يعني تاتش بالكلام. راجع الراعي لبيته، الضابط رايح جايب قوه. زين هو ضابط ملازم اول، شنو المنصب مالته حتى يجيب قوه ويهجم على بيت الراعي ويقتله ويصوب خمسه من اهله وهو ملازم اول؟ يعني لان هو حشاك ما اساسا ما لاقي لنفسه قيمه، فيروح يلقاه ذو خاوه على الضاعي. لو انه من الارهابيين داعش ولا هاي ميليشيات اخرى يقدر يروح يجيب قوه عليهم ويجي يقدر يفتي. بس هم هذول هو لاقي هيبته اساسا بهذا الامر، لاقي هيبته انه يتجاوز على نفسك على طول قيمته 150 لو 200,000. نعم، بس هم لا انظر دفاع لعاقش. بالنسبه للكهرباء يعني ما ادري الكاظم علينا نشكل اللجنه الاخيره واجتمع مع الكهرباء وقال لازم تسوون وتحطون ووصلنا الى 90% مع ضبط الخليجي. بعد هذه الكهرباء وصل درجه حراره 50 وقفت الكهرباء بالعراق. نعم، بعد الشغل وين الفلوس؟ وين والله لو الفلوس اللي موزعينها على المواطنين يشترون بنزين ومولدات البيت تحصل لهم. نعم، لا والمصيبه تلقاهم يطالبون هي هذه. يعني ما اطيل عليك انا، شكرا جزيلا. شكرا لك ابو علي من واسط كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر، حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع لمواطن عراقي وهو يمزق ملابسه بسبب شح المياه في محافظة بابل بعد نفوق مواشيه بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة اللذين يضربان المحافظة وباقي المحافظات العراقية، ما يهدد الثروة الحيوانية والزراعية في البلاد. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن. يصير هاشتمات من العطش، والله مي ماكو يا محافظ بابل يا الوزير، مي ماكو هاشتمات، والله هاشتمات من العطش. يلا يقبل يصير انبل روحنا انبل هاشتمات، خبزت على هاشتماتك، الله يقبل انبل روح انبل من نحكي انبل هاشتماتك انبل بعد عيشت عليها، والله عيشت عليها. اروح المدير الرئيس ده فجر تشو ما يسوي، اروح المدير الرئيس تشو ما يسوي، ادق عليه ما يسوي هاشمات، والله هاشمات مت، والله مت، الله يقبل المن روح ربي. ليش تلطمون على حسين؟ ليش تلطمون على حسين؟ ليش مو هاشمات عمي تلطم على حسين مثل ترى العطش؟ مو حسين مات عطشان؟ المن روح ربي، والله مت بيوت ما بيها مي هاشمات من العطش. يا اله المن روح محافظ بابي. تفاعل عراقيون مع هذا المواطن، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك من هذه التعليقات، يقول صفاء اللامي هو هذا هدفهم، تدمير البلاد وإضعاف اقتصاده وثرواته. أما سامي الحمداني فيقول البلد ينهار والأحزاب تتصارع على السلطة. خالد يقول بابل عبارة عن صحراء مرعبة، قطرة ماء ما بيها النوم، حتى آبار ما تطلع مي 90% من أنهر بابل جفت جفافا تاما. مروة تقول الأمر مقصود، التجويع والعطش وصعود الدولار وأزمات متتالية والشعب يحتضر وفي حيرة من أمره.
نعم. نذهب إلى ملف آخر ونتجه إلى محافظة البصرة، حيث أظهر مقطع مصور أبا وهو يتحدث بحرقة عن أولاده الأربعة الخريجين من الجامعات بدون وظيفة أو عمل، وذلك خلال تظاهرة للخريجين في قضاء المدينة شمال البصرة. المقطع سلط الضوء على ظاهرة البطالة التي تعاني منها البلاد التي تشهد انهيارات على كافة الأصعدة، فلنتابع. والطامة الكبرى صيح ماكو ولي إلا علي، وعلي بن أبي طالب بريء من عدنا جدا ولا هو يمنه. أشتاد محروق قلبي لأنه أربعة قاعدين ذولاك على قلبي. متأذن رجال متقاعد آخذ 500,000 من بعد ما أطفوا عليه كانت 300، أدين منا ومنا أو أوديهم للكلية. هذا بالشماوة خلص، هذا خلص بالبصرة، هذا خلص منا ومنا، وأكو بنات وياهم، وإذا ما تترش عين البت وحلكها ما تهرب الشاكة. وتعبت من ذاك التعب وأنتظرهم هشا قاعدين لافين المخدة ونايمين أنتظر. هاي الناس ما طلعت إلا تعبانة، صوتكم إلى دورة توصلون القدون تنقلون تقدر تنقل الصوت إلى المسؤول الأكبر. محافظة البصرة ليش فقيرة؟ ليش ما نصير إحنا مثلاً مثل أقليم كردستان؟ وفي ذات السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعشرات الفيالات لخريجين تقدموا للتعيينات بعد أن ألقي بها داخل حجرة في مبنى البرلمان بالقرب من الحمامات وفقا لمعتصمين داخل المبنى. دعونا نتابع هذه الصور من داخل مبنى البرلمان. هاي الحمامات مع الخضراء، هذا المخزن بالحمامات، بس خلاص صور شباب. هاي التعيينات مع الشباب كلهم بالحمامات. بس هذا عرض العالم. هاي الفايلات مع التعيين مع الشباب بالحمامات، شلون يحترمون الشعب. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع الخريجين في العراق. أنغام تقول لعد قابل الحكومة تحبنا وتخاف علينا، هم الأرواحنا ما مهتمين، راح يهتمون للفايلات تقول. أما صفا فقالت حسبي الله ونعم الوكيل يعينكم الخريجين، هو الفايل من يكمل طلع عن الروح مستمسكات وغيرهن، بس صحة الصدور يشلعون قلبه من يطلعوها. أما دعاء فقالت الله لا يوفقهم، والله تعبنا راح بلاش وهم بس يفكرون بمصالحهم. ماجد يقول يعني هاي المعاملات ماكو شريف عثر بيها وشافها قبل وبلغ عنها أو طلع ذكرها، يقول وما خفي أعظم الله ينتقم منهم. نعم. نذهب إلى فقرة أخرى وهي فقرة أنت ترى، وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الكرام لاستقبال مناشداتهم وعرضها هنا خلال البرنامج. مقطع من موظفي مديرية تنفيذ الأحوال في محافظة بابل، وقد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وإنهاء التسويف الحكومي من قبل الجهات المسؤولة، فلنتابع. الاعتصامات، الاعتصام في مديرية تنفيذ الإسكندرية حاليا التابعة بابل والتابعة بالذات إلى مركز المحافظة. خرجنا بعد مضي مدة 7 أشهر لعدم صرف الحوافز لموظفي هذه المديريات، مع أنها هي حوافز منصوص عليها قانونا ومصدقة قراراتها تمييزيا وواضحة، مو موضوع ولادة اليوم أو البارحة، قوانين منصوص عليها ولم يتم إلغائها وتغييرها. وصلت تقريبا 9 مليارات دينار عراقي أو أكثر يعني وفق التقدير يعني لمدة 7 أشهر، وهذه كلها حقوق موظفين هذه المديريات. احنا ناخذ حقوق الناس ونسلمها للناس زين، واحنا لنا حقوق يعني مثل ما احنا هم نعطي الناس حقوقها هم لنا حقوق احنا على الوزاره. ومن عام 2020 لحد الان لنا مخصصات ما صرفوا لنا اياها،
يعني احنا غير نعرف شنو السبب، اكو بيها امور، اكو بيها في شيء، يعني غير يوضحوا لنا السالفه شنو هي. زين يعني احنا هم اهميتنا عباد الله، يعني وهماتنا ان حقوق حالنا حال البشريه كليتها. احنا شلنا ايش فرض لنا القانون، حسب القانون حسب وزاره العدل هم شو فرضوا لنا من حقوق يسلمون لنا اياها، ليش يعني ياخرون علينا هاي؟ نعم. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الاستاذ امير الذي تحدث في المقطع من محافظه بابل. مرحبا بك معنا استاذ امير، لو تطلعنا اكثر على هذه المشكله. مرحبا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. كل الشكر والتقدير والاعتزاز لهذه الفضائيات البناءه، فضائيات الحق وايصال الكلمه الحره. الله يسلمك. ابتداء لابد ان نذكر جزء بسيط او مقدمه عن عمل مديريات التنفيذ. نعم. ان عمل دوائر التنفيذ هو الحياه بما خرج من رحم القضاء العراقي العادل. من قرارات محاكم البداهه بالديون والاحوال الشخصيه بما تتضمنها المواضيع. نعم. الخاصه بالعلاقات الزوجيه والطلاق والنفقات. بالاضافه الى ما يصدر من محاكم الجنح من قرارات وتنفذ في دوائر التنفيذ. نعم. ناهيك عن المحررات العادية التي نص عليها القانون والتي يتم تنفيذها لاستحقاق حقوق الداهمين. نعم. بالإضافة إلى ما يتضمنه تحصيل الديون الحكومية وتنفيذها بدوائر التنفيذ. نعم. الموضوع يتعلق بالحقوق التي ينص عليها القانون والتي يوجب تسديدها او يوجب تنفيذها بالنسبه للموظفين مما يتعرضون من الخطوره من تنفيذ هذه الاحكام، وقد تؤدي في بعض الاوقات الى حياه بعضهم. نعم. بعد المناشدات اللي صارت للسيد الوزير العدل ومن تاريخ منتصف شهر اذار 2022. نعم. والمطالبه بصرف الحوافز والتي نص عليها القانون المرقم 4 لسنة 2002. نعم. فهذه الدائرة كحال باقي الدوائر من دوائر الكهرباء أو دوائر الاتصالات أو نعم. غيرها، والتي أوجب القانون بأن تكون لها نسبة حوافز لتحفيز الموظف لصعوبة عمله وخطورة عمله. نعم. بالإضافة إلى ما يتضمنه الموضوع من المطالبة وإيفاء حقوق المواطنين. نعم. لاحظنا أنه تم قطعها من تاريخ بداية 2022 وعلى طول المناشدات ووصلت إلى موضوع الاحتجاج والمظاهرات، وبدت الوزارة بالتأمل وبدت بإعطاء أنه الوقت ومزيد من الوقت لكي يتم حل الامر. الموضوع يتعلق بهاي حوافز 2% تؤخذ من الدائمين في بعض الدعاوى التنفيذيه وتصرف بعد اتفاق من قبل المديريات وتودع لصالح دائره التنفيذ وتصرف في نهايه كل شهر، هذا ما نص عليه القانون. نعم. نعم استاذ امير. أستاذ أمير هل تسمعوني؟ أي نعم أسمع. نعم. ما يوجد، لا يوجد أي علاقة لوزارة المالية بهذه الأموال. نعم. كونها أموال تخص وضع الدائرة الداخلي ولا تعتبر إيرادات للدولة. نعم. ماذا هو رد وزارة العدل عليكم؟ هل يوجد رد؟ الادعاء أنه وزارة المالية تود استقطاعها بالبداية. نعم. بعد ذلك الادعاء بجلسات وزير العدل مع ممثل وزاره الماليه او وزير الماليه. نعم. انه سوف يتم صرف المبالغ فيما بعد، وعلى طول من 8 أشهر. نعم. لم يتم صرف اي مبلغ. هل استاذ امير هل التحجج كان بموضوع الميزانيه، بانه بما انه الميزانيه لم تقر لغايه الان فعليكم الانتظار؟ هذا الموضوع استاذي العزيز. نعم. لا يتعلق بالميزانيه. هذا الموضوع خارج اطار الميزانيه، كون هذه المبالغ
تؤخذ يوميا من الداعمين عند الدفاع ديونهم. نعم. وتودع كأمانة لدى دائرة التنفيذ لصفاء. نعم. نأمل أن يصل صوتكم أستاذ أمير وأن تصرف المستحقات المالية لكم. أستاذ أمير كان معنا من محافظة بابل وهو أحد موظفي دوائر التنفيذ هناك. نذهب إلى الهاشتاج حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة اليوم الثاني على التوالي إلى أكثر من 20 شهيدا، فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعسقلان، وأمر الجيش الصهيوني بالتزام الغرف المحصنة نتيجة تجدد إطلاق قذائف صاروخية تجاه مدن وبلدات صهيونية. جاءت هذه التطورات العسكرية على خلفية اغتيال القوات الصهيونية القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، ولم يكن اغتيال القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري سوى حلقة في سلسلة حلقات من اغتيالات ممتدة عبر سنوات ينتهجها الاحتلال الصهيوني. دعونا نتابع مسلسل اغتيالات الكيان الصهيوني للقيادات الفلسطينية المقاومة، فلنتابع. وتفاعل مغردون وناشطون وصحفيون عرب مع وسم غزة تحت القصف، ومنهم من غرد وقال كالصحفي الفلسطيني تامر المسحال، قال الاحتلال مستمر في عدوانه على غزة، احتلال مجرم ينتقم من أبرياء عزل. تغريدة من أحمد حجازي يقول صاروخ واحد كان كفيلا بتدمير بيت وإحلال ذكريات وحياة آمنة لعائلة كاملة، يقول الله المستعان يا أهل غزة. المختار يقول وكلنا نشهد بأن أطفالكم رجال ورجالكم أبطال، ولن تغيب القضية الفلسطينية دام أن الشعوب ترضع أبنائها معنى العزة والكرامة، ولا سلام مع المحتل ولا تطبيع معه مهما كانت الغاية والنتيجة. يقول من عمان إلى غزة سلام عليكم وعلى أرضكم الطاهرة وعلى ما تقدموه من صبر وتضحية. فاطمة فتوني غررت وقالت أطفال غزة صراخ بكاء خوف، هل اهتزت جمعيات حقوق الإنسان تتساءل هل طالبوا الاحتلال بوقف عدوانه عليهم؟ تقول النفاق الدولي أين هو من دموع هؤلاء الأطفال غزة تحت القصف. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ملفات عدة منها مجزرة أبو غريب وقضية استمرار معاناة العراقيين حول انقطاع التيار الكهربائي وكذلك الجفاف وموضوع الخريجين، وسلطنا الضوء حول القصف المستمر على قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني. نلقاكم يوم غد إن شاء الله، في أمان الله.